أيوب مرشيش، مقاول، كنشتغل في مجال الإي كوميرس والسوشيال ميديا ماركتينغ ايجنسي. عندي اجونس ديجيتال اللي كتهتم بزاف ديال لي بروجي في المغرب وبزاف ديال الشركات اللي في المغرب وفي الميدل ايست، اللي كنديرهم لا بيبليسيتي اون جينيرال في لي براند ديالهم وفي البراند اويرنس في لي فونت اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لالوميستار، الفكره ديالو جات في وقيته ديال الكونفينمون، فاش وقع داك اللوك داون في المغرب ودار الحجر الصحي الشامل. اكثر مجال تضرر في هادشي هو المجال ديال لي زيفينمونسييل اللي معاه كاينين لي زارتيست وكاينين بزاف ديال الناس اخرين. الوغ اي باش ندوي على الوميستار، الفكره ديالو اولا زعما لي سيرفيس اللي كاينين في الوميستار ثلاثه. كاين السيرفيس الاولى ديال لي ديديكاس، دونك الناس يقدروا مثلا يدومونديو واحد الديديكاس من عند شي ستار اولا من عند اي واحد كيدير واحد شي عنده شي فالور، يقدر يكون ارتيست، يقدر يكون لاعب الكره، يقدر يكون شي واحد في لي دومين مختلفين. ديجا غنبداو دابا ندخلوا واحد الكاتيجوري ديال الناس ديال الطب، ديال المحاماه، ناس محاسبين، الناس اللي ناجحين في الدومين ديالهم. دونك ياخذ من عنده ديك السيرفيس، يا اما الانيفيرسير ولا حفل تخرج ولا شي واحد نجح في الباك يهنئو ولا شي واحد بغى يهديها لشي واحد اخر. دونك هادو هادي السيرفيس الاولى. الثانيه كاينه ديال لي زابيل فيديو بيرسوناليزي، يعني تقدر دوي مع لارتيست ابيل فيديو ديريكت بينك وبينو. حاليا هاد السيرفيس حبسناها في الوميستار لان كميه الضغط اللي كانت عليه، جاو بزاف ديال لي كوموند، دونك اضطرينا اننا نحبسو السيرفيس. دونك غادي نعاودو نطلقوها، مي غتكون في اي بي، الناس اللي غادي هما يدومونديوها، يعني ما غتكونش بوبليك، غتكون الناس اللي هما غادي يدومونديوها. زائد ان هاد السيرفيس هي اللي نادو كي سكريني، ودوك لي سكرين اللي فيهم ديك لي بري ديال 1000 درهم 1200 1300 اكسيتيرا. غير بلي بغيت نوضح ان الوميستار راه ماشي اول فكره من هاد النوع. الوميستار ديجا كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون قبلها، كاين ابليكاسيون اللي دارت في اليونايتد ستيتس اوف امريكا اول مره، وديجا تما الناس اللي داخلين كيبيعوا لي ديديكاز بواحد الاثمنه خياليه اللي كتوصل ل 10000 درهم 15000 درهم اكسيتيرا. كاينه سيرفيس اللي دارت في مصر ديال مصر، كاينه سيرفيس اللي دارها واحد المنتج مغربي اللي كنحترمو بزاف، اللي هو الكونسيبت داخل فيه ومع بزاف ديال لي زاسوسيي اللي كاينه في الميدل ايست. دونك الفكره ديجا مديوره بزاف ديال المرات. حنا درنا الفكره، درناها في المغرب، درناها بواحد لي موديف لي جداد، ودرنا بواحد لي موديف لي جداد صراحه، اللي هي اللي خلقات الفرق ما بين كاع لي زابليكاسيون الاخرين. بالنسبه لي بري اللي كانوا داروا حاليا، دوك لي بري يعني سمعنا داكشي اللي طاري، سمعنا الناس شنو كي لا جيتي تشوف صراحه. الناس ما انتقدوش الفكره، انتقدوا الاثمنه اللي داروا في الفكره، يعني الاثمنه اللي كداروا في السيرفيس. حنا عارفين ان البوفوار داشا في المغرب هو واحد 200-300 درهم. علاش حنا كنا دايرين ديك لي بري عاليين؟ لان كنا خدامين على انترناسيونال، كانوا ناس كيكومونديو من السعوديه اللي يقدروا يخلصوا 1000 درهم بكل سهوله. شي واحد مثلا من الامارات يقدر يخلص، البحرين، قطر، كانوا معنا ناس بزاف من دول مختلفين. زائد ان الوميستار ما فيهاش غير المغاربه، راه فيها ناس مصريين، كاين مثلا الفنان عصام كاريكا من مصر، كاين ديزانفلونسور من الامارات، من العراق، من السعوديه، ومازال كنضيفوا اكثر واكثر. يعني مازال الناس دابا كيوصلونا، يعني حاليا لي ستار اللي كيتسجلوا معنا باش نطلقوهم بيبليك راه انورم، يعني راه كيوصلنا لي دوموند حاليا بواحد الوتيره اللي هائله ديال دي ستار جداد باغيين يبانوا ويدخلوا في لابليكاسيون. طولنا في هاد السيرفيس الثانيه، ندويو على السيرفيس الثالثه والاخيره اللي هي البوك فور ايفنت ولا الكولابوريشن. هاد السيرفيس كتخول الناس ان مثلا شي واحد بغى يعرض على شي ارتيست لواحد الحفل زفاف، واحد لا سواغي كيف ما كانت، يعني كيعرض على ستار، كيفيريفي ليدونتيتي ديالو عندنا في البلاتفورم، كيدوز واحد لا بروسيدور اللي محكوم من ا جوسكا زاد. يقدر مثلا كيجيو دي سوسيتي تعاقدوا مع شركات عن طريق الوميستار اللي هو كيكون انترميديا. دونك هاد السيرفيس كتكون عندنا واحد الفورميلا في السيت كيدخلوا الناس كيعمروها، وكدار مانيوال لان كيتنيغوسا البري ما بين لارتيست وما بين داك الكليون، كيتنيغوسا داكشي مانيوال. الو بالنسبه للانتقادات اللي جات، غير باش ندوي على هذه النقطه، ان نادو بزاف ديال الصفحات وناس وكذا دواو على هذا الشيء وهما ما فاهمينوش. ديجا الوميستار الفكره الاساسيه ديالها انها ماشي ابليكاسيون ربحيه، ماشي ابليكاسيون ربحية. حنا درناها باش نعاونوا بزاف ديال لي كاتيجوري، منهم ستار انه يقدر يعيش حتى هو كفنان، لان كاين ستار اللي المدخول ديالو كيكون 100% من الفن، ما كيكونش عنده دي بيزنس، ما كيكونش عنده بزاف د الحوايج، ولكن كيكون كيعجب الناس، كيضحك الناس، كيدير بزاف ديال الاعمال اللي كتكون مشهوره اكسيتيرا. دونك لابليكاسيون كيما قلت لك الهدف ديالها ماشي ربحي، فهمتيني؟ الهدف ديالها عندها بعد اجتماعي كبير بزاف، اننا باغي نعاونوا ستار. ديجا واحد البارتي كبيره من المدخول ديال لابليكاسيون غادي تمشي لاعمال خيريه، وغتمشي للجمعيات اللي صراحه ديجا بدينا في الكومينيكاسيون معاهم، وهذا الشيء غادي تبارطاجا باللي لي فوتو لي فيديو من هنا لقدام.
يعني شوف في نهايه المطاف راه هادي البعد ديالها راه ماشي ربحي، لان ابار ربحي حنا راه كنديروا لي كوميرس، وانت راك عارفني با عيسى ملي كندير لي كوميرس وخدامين على بزاف ديال اللعيبات، يعني راه ماشي الهدف ربحي 100%، الهدف ديالها هو هدف اجتماعي. الانتقادات اللي طرات في لي ريزو سوسيو، الناس ناضوا كيقولوا داكشي بواحد الطريقه اللي عجيبه، انا ما صراحه انا ما فهمتش. دابا مثلا باغ اكزومبل كاين صفحات اللي داروا صور ديال الفنانين اللي ديجا ماشي معنا، ما داخلينش معنا في لابليكاسيون، حطوهم في الواجهه، هذوك الناس ما معناش حنا، يعني ديجا راه دخلوا الناس دابا للسيت alomaystar.com غادي يلقاو باللي راه الاغلبيه ديال الناس اللي معنا راه بوبليك، يعني حاطينهم بوبليك بيني، وما كاينينش دوك الصور ديال الفنانين اللي حطوهم. زائد بداو كيقولوا كيفبركوا في التصاور، كيزيدوا البخيل من بغا وينقصوا البخيل من بغا، واخا هذا الشيء كامل راه ما كاينش، فهمتيني؟ يعني الصفحات اولوا المواضيع ودازت هذه الفكره وانتشرت بزاف ودارت هذا السميتو، ما سيبون زعما ماشي مشكل. شوف انقول واحد القضيه، الصباح داز هذا الشيء في الراديو، واحد السيده من الجاليه المغربيه كانت كدوي وذكرات وقالت شوف راه السيرفيس راه حنا درناها لواحد الناس اللي هما قادرين يخلصوا هاد الاثمنه، حنا ما جيناكش ما نجيش عندك بزز نقول لك اجي خلص، بالعكس كاينين الناس اللي باغين هاد السيرفيس، عجباتهم السيرفيس، والدليل ان الكميه ديال لي فيزيتور اللي جاتنا في 3 ايام ولي كوموند اللي جاتنا في 3 ايام راه انوم، راه داكشي كبير بزاف بزاف فريمون بزاف، لدرجه ان السيت راه طاح لنا ثلاثه المرات البارح، هي البارح بسبب لي فيزيتور السيت طاح ثلاثه المرات. دونك اللي بغيت نوضح ان راه كاينه واحد الفئه ديال الناس اللي باغا هاد السيرفيس باغا تشريها، علاش ناس اخرى اللي اصلا ما باغاش تشري غادي غادي تقول لهم لا حبسوا لنا هذا الشيء كامل. شوف حتى واحد ما ضربك على يدك، بغيتي تجي هذا السيرفيس مرحبا والف مرحبا، ما بغيتيش ما كاين حتى مشكل، زعما بالعكس مرحبا والف مرحبا حتى لهذيك اللي ما باغيش السيرفيس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.